من يومين كان في اليوم العالمي للعمل الإنساني، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف في محافظة الإسكندرية عملت حاجة لطيفة جدا لأبنائنا من ذوي الهمم ومن غير المبصرين ومن محاربي السرطان كمان. عملت لهم احتفالية في شاطئ السعادة، وده في المنظرة، وكان في فقرات ترفيهية من مسرح عرائس واستكشافات مختلفة. طبعا كاميرا قناة 10 كانت هناك. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي تين تي في في كل مكان. تنظم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني احتفالية بمناسبة يوم العمل الإنساني داخل شاطئ ذوي الهمم بالمنظرة، بمشاركة عدد من المكفوفين وذوي الهمم ومحاربي السرطان لقضاء يوم ترفيهي على الشاطئ. نتابع. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، كان سيادة المحافظ ادالنا توجيه ان احنا نستعد بكل طاقتنا في استقبال الجمعيات الخيرية، واعلنا على الجمعيات الخيرية اللي بترعى ابنائنا من ذوي الإعاقات الذهنية والبصرية وكافة الإعاقات ان هم يشرفونا على شاطئ الخير والسعادة. وحضراتكم طبعا متابعين دايما الفعاليات اللي بتقام على هذا الشاطئ. النهاردة بنستقبل بعض الجمعيات اللي بترعى ضعاف البصر والمكفوفين في المسارات المخصصة ليهم، وقد ايه انتوا شفتوا فرحة الولاد وفرحة ذويهم وهم بينزلوا، يعني واخدين راحتهم قوي في البحر في الشاطئ المخصص ليهم. وكمان عندنا نوع تاني من الإعاقات الحركية اللي ظاهرة ورا مني، دي كان حلمهم طبعا أصحاب الإعاقات الحركية إن هم ينزلوا البحر ويستمتعوا زي أقرانهم الأسوياء، رغم إن هم على كراسي متحركة، لكن هذا الرمب أتاح لهم تحقيق هذا الهدف والاستمتاع بمياه البحر زي أقرانهم الأصحاء. والحمد لله النهاردة شاطئ المنظرة بيقدم يوم جميل جدا في حب إسكندرية وحب العمل الخيري. أنا بشكر سيادة المحافظ وبشكر المسؤولين عن هذه الجمعيات لرعايتهم هذه الفئات اللي احنا إن شاء الله بنضمن لهم لنهاية السيزون إن هم يستمتعوا على شاطئ إسكندرية بكل اللي بنقدمه من مساحات مخصصة ليهم. وكل محافظة إسكندرية بترحب بضيوفها وزوارها من المحافظات الأخرى للاستمتاع بهذه الشواطئ الخاصة. احنا النهاردة متجمعين في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني. معانا مجموعة كبيرة من ذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة من مرضى السرطان والمكفوفين، بنحتفل معهم النهاردة مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في اسكندرية باليوم. بنبين للناس إن احنا العمل الإنساني بس مش مجرد اللي هو عمل خيري بس، ده هو يعني احنا الشهر ده عندنا اليوم العالمي للعمل الإنساني، عندنا اليوم العالمي للشباب، وطبعا احنا في عام المجتمع المدني اللي اطلقه السيد الرئيس في العام الماضي ان هو ينطلق السنه دي. فبنحاول نبين للناس احنا برضك بنحتفل بالايام العالميه، ونحتفل مع الاطفال، مع ذوي الهمم، مع الكبار السن، ونقول لهم احنا موجودين معاكم. انا اسمي يوسف علي محمد علي صالح، واول ما بنيجي ننزل ننزل على الشاطئ بنغير هدومي وبدون الصفاره بتاعت وبننزل في الشاطئ. بيكون في مسار في البحر، بيكون مطمن انت وانت جوه الميه؟ بيكون في مسار الحبل ده، بيكون مطمن وانت في الميه؟ بيبقى مطمن وانا في الميه عشان لو حصل لي حاجه نمسك في الحبل ونطلع بره.